الرئيس كاين خير كيتخبر ما كاينش مزيان. هادو الشكويرات ديال البنات ياك شي غوغ أنه اليوم شهدنا انطلاق الموسم الدراسي بشكل رسمي في إطار المبادرة الملكية المليون محفظة، حيث استفاد الحمد لله تلاميذ التعليم الأولي والتعليم الإعدادي بالعالم القروي من اللوازم الدراسية حتى يتمكنوا من مسايرة دراستهم في أحسن الظروف هذه السنة. ولله الحمد تحت شعار الجودة للجميع انطلقت المؤسسات التعليمية بشكل إن شاء الله مبكر من أجل أن تستمر أسابيع الدراسة حتى يتم إنجاز البرنامج على الوجه الأكمل، من أجل أن يستوعب التلميذات والتلاميذ المحتويات الدراسية. الغاية من كل ذلك هو إن شاء الله التفوق والنجاح لهؤلاء التلاميذ الذين أتمنى لهم مستقبلا ظاهرا ونجاحا في حياتهم الدراسية. وكما تتبعتم هذا الصباح ففي هذه المؤسسة هي نموذج تبين أنه تم التوصل لله الحمد بأغلب المستلزمات الدراسية الخاصة بالتلاميذ من أجل بداية، رغم أننا نعيش في هذه الأيام تقويم تشخيصي وتقويم المستلزمات من قبل السيدات والسادة الأساتذة، ولكن عندما ينطلق المقرر إن شاء الله بشكل رسمي سيكون التلميذ مجهز بأدواته ليؤدي مهامه الدراسية بالشكل المطلوب، شاكرا كل الأطر الإدارية والتربوية وأطر هيئة التأطير على الروح الذي أبدوها من أجل ممارسة العمل والقيام بواجبهم، حتى نكون عندنا إن شاء الله حسن ظن جلالة الملك وظن منظومة التربية والتكوين التي نتمنى لها ازدهارا وتفوقا إن شاء الله. وشكرا لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.